تمام، نروح بقى على فقرة اسأل سؤال. يلا بينا. أول سؤال، هيكفي المشي كرياضة بس ولا بيفرق في الشكل؟ لو هكتفي بالمشي كرياضة بس هل هيفرق في شكلي؟ حلو قوي. تمام، يعني دلوقتي هل احنا لو عملنا رياضة مشي بس مش رياضة تانية هل ده بيغير في شكل؟ طبعا اي حاجة بنعملها، اي رياضة بنعملها بسيطة ان شاء الله مشي هتغير فينا، لازم اي خطوة لو ملي زيادة هتغير مننا. فيعني اللي يقدر يعمل رياضة المشي يا ريت، اللي يقدر يعمل رياضته وقاعد كده ان شاء الله وانا قاعدة كده اعمل كده واقعد اعمل كده يا ريت. اي حاجة هتعملوها، في ناس بتقعد كبيرة في السن وتقول ما اقدرش اعمل رياضة، ترفع بس رجل، ترفع رجل وبعدها الرجل اللي بعدها ترفع كده. اي رياضة بتفرق وبتظبط معانا حاجة، كل حاجة ملي 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 على بعض هتفرق معانا، فيا ريت نبتدي احسن من لما الواحد ما يعملش اي حاجة خالص. تمام، لان الجيم عادة بيبقى مشواره تقيل، يعني كتير قوي يقولوا طب انا هشترك عشان اغصب على نفسي وهدفع فلوس عشان اروح، لا برضو في الاخر النتيجة بنكسل ننزل من البيت وما بنروحش وبتروح الفلوس. يعني شوفوا انتوا احسبوا كده كم مرة حصلت في حياتكم، كتير جدا. فنصيحتي ان احنا نبتدي كده بالحاجات الخفيفة البسيطة دي بتفرق قوي. طيب السؤال التاني، هل القهوة الخضراء بتخسس فعلا؟ القهوة الخضراء من الحاجات اللي بتساعد على رفع الحرق بنسب، يعني مش هقول بنسبة 100%، لا يعني هي نسب بسيطة بس بتساعد. فاحنا لو بنحب القهوة الخضراء اللي هي القهوة العربي اللي هي بالهيل دي بتبقى لذيذة جدا نشربها، في منها بالهيل ومن غير، عشان كده بيتقدم معاها تمر. ليه؟ لان هي بتساعد على حرق السكر في الدم، فلو خدناها وهبطنا ده اعرفه هو حرق السكر في الدم، فاحنا عشان كده بيتقدم معاه التمر عشان يظبط معانا السكريات اللي بتتحرق. ولكن ما نعتمدش عليه ونقول بقى احنا نشرب بقى كميات بقى وناكل براحتنا، الكلام ده غلط. احنا نشرب القهوة الخضراء مكان مثلا اي قهوة تانية لو عايزين نرفع الحرق، ولكن نعمل حسابنا ان احنا نظبط اكلنا معاها وان الحرق بيرتفع بشكل نسبي بسيط. طيب هل لو كلت السعرات اللي محتاجاها علشان اخس بس عديت احتياجي من الكارب هتخن؟ حلو جدا السؤال ده، ذكي جدا. بصوا، لو احنا سعراتنا معظمها بروتينات الواحد بيشبع اكتر، لو احنا سعراتنا معظمها نشويات لا الواحد بيخش في حاله جوع اكتر، لان كل ما اكلنا نشويات اكتر كل ما رفعنا الجوع في جسمنا وكل ما خلينا الجسم يفتح كده، الخلايا تفتح كده بقها على الدهون. فاحنا نركز لا سعراتنا تبقى اكترها بروتينات، خضار، حاجات، بقوليات، حاجات ما ترفعش معانا سكر الدم، ونقلل قوي من النشويات البيضة، ونقلل يعني يا ريت نمنعها خالص، نقلل النشويات بشكل عام. كل ما قللنا النشويات وزودنا البروتينات والحاجات التانية كل ما الشبع بيكون اعلى والحرق بيبقى اعلى. تمام، يبقى ما بتوازيش بعض، يعني السعرات دي زي دي لا، دي بتحرق اكتر ودي بتجوع اكتر. هل الجري والرياضة مفيدة لو لعبتها بعد ما اكل حاجة خفيفة وقبل ما اكل الوجبة الاساسية؟ الرياضة احسن لو احنا عملناها قبل ما ناكل الوجبة الرئيسية، لان كل ما عملنا رياضة واحنا على معدة خفيفة كده يكون احسن. ناكل حاجة خفيفة قبل الرياضة حلو جدا، نشويات بسيطة علشان الجسم بيحتاج ساعتها طاقة، لكن بعد الرياضة مهم جدا في خلال ساعة ناكل بروتينات. فوجبة تكون حلوة كده بعد الرياضة في خلال ساعة ناكل فيها بروتينات هتساعد عضلات الجسم على انها تتبني وكده نمشي مظبوط مع الرياضة والتغذية. تمام، لكن لو ما كلناش بعد الرياضة لا ساعتها البروتينات مش هتكون متواجدة، فبالتالي الجسم ما بيعرفش يبني العضلات ويعمل اللي عليه صح، فبالعكس بدل ما بيزود العضلات بيقف عند مكانه او بيقل بس. فمهم جدا نركز في النقطة دي.